السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم ماي أوسمان. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أهم الأحداث التي سوف تقع في الحلقة 111 من المؤسس عثمان، ومنها بصور عثمان لم يكن أسيرا في قلعة مرماراجي، وخطة عثمان لمواجهة كمين أسمهان، وكشف لعبة أسمهان لإمساك بعثمان، وهل أمسكت بالسلطان مسعود، وبصور هل في يد بالا شيء سوف تنقذ نفسها به، وكيف يتم إنقاذ بالا والشيخ إديب علي، وهل ابنة أوكتام سوف تساعد عثمان، والتسريبات عن عودة صديق قديم فهل هو ميخائيل كوسيس، وترغوت هل يساعد عثمان من جديد، وبياندر ينقذ كونر، وهل سوف يصبح في صف عثمان، وغيرها من الأمور. وقبل أن نكمل هذا الفيديو لا تنسوا ذكر الله تعالى وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نكمل تفاصيل الحلقة. في البداية كان عنوان الإعلان هو حديث عثمان سوف نهاجمهم في مكان ولحظة لن يتوقعونها، ثم انتقلت إلى لعبة أسمها لإمساك بعثمان وهل يمسكون بالسلطان مسعود، ورأينا كيف كانت نهاية الحلقة الماضية، فقد كانت نهايتها جيدة، ولكن السلطانة أمرت بمهاجمة مكان الشيخ إديب علي، وفعلا يتم الهجوم على مكان الشيخ إديب علي، وقد جاء في الإعلان مفاجأة أيضا، فقد رأينا أن السلطانة قد أمسكت بالشيخ إديب علي وكانت تأتي به إلى قلعة مرماراجي، وكان في انتظارها أوكتام وزوجته. وسوف نتحدث أولا عن مصير السلطان مسعود، وأتوقع بشكل أولي أن السلطانة لم تمسك بالسلطان مسعود، وذلك أولا لأنهم لا يعلمون أنه مختبئ في مكان الشيخ إديب علي، وثانيا أن أسمهان كانت تسحب الشيخ إديب علي ولم يكن معه أحد، والأمر الثالث أن إديب علي سمع حركة الأعداء وتمكن في إخفاء السلطان قبل وصولهم إلى مكانه، والأمر الرابع أن هدف السلطانة أسمهان هو الإمساك بالشيخ إديب علي حتى تسحب بالا وعثمان إلى كمينها، وهذا هو ربما الأرجح. ومن جهة أخرى يأتي عثمان إلى سوغوت لإنقاذ الموقف، ولكن هنا سوف تجهز له السلطانة كمين أول، فيكونون السلاجقة والمغول قد حصروا المكان وينتظرون مجيء عثمان، وعثمان يعلم بأنهم ينتظرونه، ولهذا سوف يكون مستعد لمواجهتهم، وعثمان سوف يتمكن في مواجهة المغول ويتمكن من الانسحاب، ربما يرسل أحد رجاله إلى مكان الشيخ إديب علي، وربما يلتقي السلطان مسعود حينها. ولو لاحظتم فهناك انفجار لبراميل البارود، وهذا كان قريب من مكان الشيخ إديب علي تقريبا. وأما من الذي قام بالتفجير، هل عثمان أم شخص آخر؟ أتوقع أن عثمان قام بهذا التفجير حتى يغطي على دخوله وخروجه من المكان، ولكن يكون قبلها هناك جثث كثيرة في نفس المكان، وعثمان سوف يخرج من هذا الكمين، ولهذا سوف تجهز أسمهان كمين ثاني لعثمان، وسوف تذهب إلى قلعة مرماراجيك معها الشيخ إديب علي كما قلنا. وتقريبا أن أوكتام كان في استقبالهم، فماذا سوف يكون موقفه ما يحصل؟ وعموما المسلسل سوف يجعله طرطو في وجوده أو عدم وجوده نفس الشيء، ولكن سوف يكون له في حرج بعد أن يرى الشيخ إديب علي ولن يعرف ماذا سيفعل، وهنا قد يترك مجال لابنته أن تقوم بمساعدة الشيخ إديب علي. وعموما هنا سوف تقوم السلطانة بكمين ثاني لعثمان، سوف تقوم بإرسال رسالة لبالا وتقول لها كما قالت ملهوم في الإعلان لعثمان، أسمهان أرسلت رسالة لبالا وقالت لها والدك أسير عندي، إذا لم تأتي فسوف أقتل أباك، وطلبت منها أن تذهب إلى قلعة مرماراجيك دون أن تخبر أحدا، وأسمهان تعلم أن بالا سوف توصل الخبر لعثمان، وعثمان كان قد قرر مع رجاله لإنقاذ الشيخ إديب علي، ولهذا كان عثمان يقول لرجاله سوف نهاجمهم في لحظة ومكان لا يتوقعونها، وربما يقول هذا الكلام قبل وصوله إلى سوغوت، وعثمان سوف يدخل إلى قلعة مرماراجيك من النفق غالبا، وعندما يصل عثمان إلى السجن في القلعة سوف يجد بالا مقيدة، ولكن سوف يجد أسمهان خلفها أيضا، وحينها سوف تساوم عثمان، إما أن تساومه على الختم أو يسلم نفسه لها، وعثمان ليس في غرفة السجن كما نرى، بل هو في ممر السجن، وسوف تكون بالا مع أسمهان في داخل السجن، وبكل تأكيد طالما تعرف
السلطانة أسمهان بأن عثمان قد وصل سوف تكون قد جهزت له كمينة قوية، فسوف يتم حصار عثمان في نفس الوقت وعثمان لن يترك بالا، فكيف يتم إنقاذها وخصوصا أن هناك أبواب مغلقة بين عثمان وبالا، والأمر محير ولدينا هنا أكثر من احتمال. والاحتمال الأول أن تذهب بالا وهي مستعدة جيدا لما يحصل ويكون معها سكين لقطع الحبل الذي يقيد يدها، وسوف تخفي هذا السكين وسوف تخرجه في وقت مناسب. ما يدل على هذا الأمر هو هذه الصورة، لو ركزتم فيبدو أن هناك في يد بالا شيء مثل السكين وما شابه ذلك. وكذلك لدينا هنا احتمال قوي هو تدخل ابنة أكتام تساعد بالا وعثمان. لو عدنا للحلقة الماضية فإنها قامت بخطوة لمساعدة بالا على الهروب ومعها الختم، وقد ظهر في الإعلان اشتباك عثمان ورجاله في مدخل ممر القلعة من مراجيك. فماذا سيحصل بعد؟ هل سوف يتكرر نفس السيناريو عالم شاه ويتم إمساك عثمان من جديد؟ وخصوصا أن السلطان قادم على الأبواب ومعه جيش كبير، وتسريبات بخصوص عودة شخصية قديمة، فهل يكون هو ميخائيل كوسيس؟ وقلنا أن عثمان لا يمكن أن يهاجم هذا الجيش لوحده، فإما أن يعود صديقه القديم لعثمان، أو يتم انضمام القبائل أو شخصيات كبيرة لعثمان، أو على الأقل يظهر ذو اللحية البيضاء. وهناك بعض الأخبار تقول بعودة ميخائيل كوسيس مجددا إلى المؤسس عثمان في الحلقة القادمة، وأتمنى أن يكون ذلك. وعثمان كما دوما يجهز كمين بداخل كمين، لهذا سوف يكون قد استعد جيدا لكمين أسمهان. والخطوة الأولى لمواجهة الجيش السلطان علاء الدين، يجب أن يثبت عثمان بأن الوزير مغولي، وحينها سوف تكون الحرب بين عثمان والمغول فقط، وسوف يقف جزء من الجيش السلاجقة مع عثمان، خصوصا لوجود السلطان مسعود، وسوف يكون معه الختم. وننتقل إلى مسألة كونر، فقد طلب عثمان من بيندر أن يأتي بكونر حتى أن يتركه، وعثمان لن يغدو ببيندر حاليا، ولكن ما نفهمه أن المسلسل متمسك بشكل كبير ببيندر، وعلى الأقل يريد أن يطول دوره لفترة أخرى، ولهذا قد يتأخر خيانته إلى حلقات قادمة، وقد ينضم إلى عثمان فيما بعد. وما يهمنا حاليا أنه ليس من الصعب على بيندر أن يقوم بإنقاذ كونر، بيندر سوف يقوم بإنقاذ كونر، وأعتقد أن كونر بعدها لن يقبل بصداقة تولغوت بسهولة، فكل ما وقع لكونر هو بسبب تولغوت. وهذا هو نهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون أعجبكم هذا الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.